السلام عليكم، أهلا بكم مرة تانية في بيكر بايوكيم. بما أني مؤمن بأهمية تاريخ العلم، تعالوا بنا ناخذ نبذة تاريخية عن نشأة واكتشاف الفيروسات. صحيح أن اكتشاف الفيروسات كإنفكشس ايجنت مميزة عن باقي الميكروجانيزم كان حديثا، ولكن تدوين الفيرال انفكشن كان قديم أوي. البداية كانت ما قبل الميلاد في لوحة هيلوغرافية في ممفيس عاصمة مصر القديمة. اللوحة دي يرجع عمرها ل 1400 قبل الميلاد، وكان ظاهر فيها كاهن ومصاب بأعراض تيبيكال فور الباراليتيك بوليو مايلايتس، ولسببها البوليو فيروس أو فيروس شلل الأطفال. So first written record of a viral infection كان مصريا، وزي ما احنا هنشوفه في الصورة دلوقتي، ادي الكاهن وهو مصاب بأعراض typical for الباراليتيك بوليوميلايتس. مرض الجدري او السمول بوكس ولسببه الفاريولا فيروس كان مستوطن في الصين 1000 قبل الميلاد. الصينيون حاولوا يحصنوا انفسهم ويمنعوا انتقال المرض من شخص للاخر عن طريق الفاريوليشن، بمعنى انهم كانوا بياخدوا دراي كراست من شخص مصاب ويخلوا شخص سليم يستنشقها زي ما احنا شايفين في الصورة كده. ولكن الطريقة دي اتطورت فيما بعد، وبدأ ياخدوا الفلويد اللي موجودة في الليجن وينقلوها لشخص تاني سليم، وبالتالي الشخص السليم هيصاب ولكن بدرجة أقل عما كان أخد العدوى بطريقة طبيعية. ولكن نتائج هذه الطريقة طبعا غير مضمونة ومحفوفة بالمخاطر. على الرغم من كل الملاحظات العلمية دي، لم يكن هناك فهم حقيقي لطبيعة المسبب. 1632 1723 أنتوني فان ليفنهوك ده كان تاجر أقمشة دنماركي، كان عايز يشوف خيوط الأقمشة بشكل جيد، فبدأ يعمل عدسات قوية جدا إلى أن وصل لشكل أول ميكروسكوب زي ما احنا شايفينه في الصورة كده، وبدأ يتجه بالميكروسكوب ده لدراسة عالم الأحياء المجهرية، وأطلق على كل ما رأى تحت عدسة مجهره Animal Cules التي تعني Microscopic Animal. 1796 أول من ابتكر لقاح في التاريخ إدوارد جينر، وكان اللقاح ده ضد مرض الجدري Smallpox. جينر تعرض لتجربة الفاريوليشن وكادت أن تقتله في عمر 7، وده خلاه يبحث عن طريق أفضل للتحصين ضد الجدري. تعالوا كده ناخد نبذة عن قصة أول لقاح باستفاضة شوية. أتى إلى علم جينر إن حليبات البقر مش بيجولهم جدري أو السمول بوكس، ولكن بيصابوا بجدري البقر الكاو بوكس، واللي بينتقل من البقر لحليبات البقر، يعني بينتقل من الأنيمال للهيومن، واللي أعراضه أخف بكتير من الجدري اللي بيصيب الإنسان السمول بوكس. 14 مايو 1796 قرر انه يجرب وياخد مسحة من الليجن من احدى حليبات البقر تسمى سارة نيمس عندها كاو بوكس، وينقل لطفل صغير عمره 8 سنوات يسمى جيمس فيبس. جيمس اصيب باعراض خفيفة، وبعد ما خف نقل لنفس الطفل مسحة من الليجن بس المرة دي من شخص مصاب بالسمول بوكس، وبالتالي ده بيشنت with a small box هيبدأ ياخد منه وينقل لجيمس فيبس. جيمس لم يظهر عليه أي أعراض نور أكشن لأنه هو أصبح إيميونايزد، ودي كانت أول قصة أول لقاح في التاريخ. ودي الصورة اللي قدامكم دي إدوارد جينر مع سارة نيمس. في الثمانينات من القرن التسعتاشر نشر لويس باستير الجيرم ثيوري، واللي بتقول إن many of diseases are caused by action and the presence of microorganisms، يعني ان بعض الامراض سببها الميكرو اورجانيزمز. الفكره دي اخذها كوخ في المانيا، وبدا يحدد العلاقه السببيه بين الميكرو اورجانيزم والديزيز، فبدا في عزل بعض الميكروبات من بعض الامراض. عزل الفيبرو كوليرا من الناس اللي عندها كوليرا، وعزل المايكوباكتيريم تيوبركلوزيس من الناس اللي عندها ضرن. وضع افتراضيات تسمى افتراضيات كوخ او كوخ باستيوليتس. في فرنسا في نفس الوقت تقريبا باستير قرر يعمل لقاح ضد الريبس او مرض السعار لسبب. الاول انه بيصيب الانسان والحيوان، وبالتالي انا اقدر اجرب على الحيوان. التاني انه كان مرض مرعب جدا في الفترة دي، ولكن باستير لقى قدامه عوائق كتيرة جدا، من ضمنها انه مش قادر يعزل المسبب للمرض كونه فيروسي.
مرض السعال أو الريبس هو مرض يصيب الجهاز العصبي، فأخذ باستير جزء من البرين بتاع كلب مصاب ونقل لدماغ كلب سليم، فالكلب السليم أصبح مصاب بالريبس ومات، وبالتالي الكلب الأحمر ده هو الكلب الرابيد دوج أو الكلب المصاب بالريبس، بدأ ينقل لكلب سليم، الكلب السليم بيكم انفكتد ومات. باستير قرر إنه يعمل كمل تجاربه على الريبس ولكن على الأرانب مش الكلاب لأنها ببساطة أقل خطورة. باستير أخذ قطع من النخاع الشوكي لأرنب مصاب وضعها في فلاسكة في بيئة جافة خالية من الرطوبة ومعقمة، وقال إن الفيرلانس بالطريقة دي هتقل تدريجيا مع الوقت إلى أن تنتهي. باستير أخذ القطع دي وقام بحقنها في إكسبوزد دوج، وكانت النتيجة إن الكلب لم يصاب. وبالتالي زي ما احنا شايفين كده بدأ يحقن في الكلب أو الإكسبوز دوج ده، والكلب ما جالوش ريبس أو didn't develop ريبس. وفي 6 يوليو 1885 ولد يدعى جوزيف ميستر، كلب مصاب بالريبس عضه 14 مرة. باستير بمساعدة طبيب قام بحقن أجزاء من النخاع الشوكي لحيوان مصاب، حضرها بنفس الطريقة السابقة في فلاسكا في بيئة خالية من الرطوبة ومعقمة. قام باستير بمساعدة الطبيب بالحقن، بس حقن الأجزاء القديمة من النخاع الشوكي أولا ثم الأجزاء الحديثة، فالحديثة اللي احنا قلنا إن الفيرلانس بتقل تدريجيا مع الوقت، وبالتالي الأجزاء القديمة هتكون ليس فيرلانت عن الأجزاء الحديثة. طفل خد 13 حقنة لفاصل الزمن ما بينهم 10 أيام، وكانت النتيجة إن الطفل لم يصاب نو ريبس. في سبتمبر من نفس العام 1885 أتى إلى باستير طفل آخر عنده 15 سنة، طفل برضو تلقى علاج باستير وما حصلوش أي أو ما ظهرش عليه أي أعراض من أعراض الريبس. باستير أبلغ العالم كله إنه نجح إنه يطور تاني فيرال فاكسين، والأول من حيث كونها attenuated viral فاكسين. عالم النباتات الروسي إيفانوفسكي قام بتجربة كانت بمثابة بداية حقيقية لاكتشاف الفيروسات، ولكن من مهد الطريق لإيفانوفسكي هو أدولف ماير. خلونا كده ناخد نبذة تاريخية عن تجربة ماير. أدولف ماير سنة 1886 نشر ورقة علمية بيوصف فيها أعراض وشكل مرض بيصيب الطبخ، واللي سماه توباكو موزايك ديزيز أو ما يعرف بيه تبركش الطبخ. زي ما احنا هنشوف كده أدي التوباكو بلانس، وهو مصاب بتوباكو موزايك ديزيز، بيكون فيه سبوتس بال جرين اند دارك جرين، هو ده توباكو موزايك ديزيز. اللي على الشمال هيلسي واللي على اليمين انفكتد، بيكون فيها سبوتس دارك جرين وسبوتس بال جرين تو يلوش جرين. ماير قرر انه يجرب وياخد جزء من النبات المصاب، هياخد جزء من النبات المصاب ويطحنه في بورسلين ديش، وياخد العصارة او السائب الناتج عن الطحن ده ويعمل لها عملية انيكيليشن لهيلسي بلاند. ادي هيلسي بلاند، وهيبدأ ياخد السائب وينقلها الى هيلسي بلاند بدون ما يعمل اي فلترة. وجد ان الهيلسي بلانت ده هوت بيكم انفكتد ويز ذا توباكو موزايك ديزيز. ماير ما سكتش عند كده، قرر انه يكرر تجربة مرة تانية، ولكن المرة التانية دي قرر انه يعمل فلتريشن من خلال دبل لير فلتر بيبر، وياخد الفلتريت الناتج عن الفلترة وينقله لهيلسي بلانت، ينقلوا الهيلسي بلانت. وجد ان الهيلسي بلانت stayed healthy still healthy، ولكن بشكل خاطئ، ادعى بشكل خاطئ ان الدبل لاير فلتر بيبر قامت بمنع مرور الانفكشوس ايجنت،
وبالتالي ان الفلتريت كان كلير وان المسبب للتوباكو موزايك ديزيز كان نوعا ما من البكتيريا. وده طبعا غلط لان الفيروسس حجمها صغير جدا وممكن تعدي من اي فلتر. ديمتري ايفانوفسكي 1892 عالم نباتات الروسي لم يكن لديه اي ثقه فيما جربه ماير. كرر تجربه ماير، اخذ جزء من النبات المصاب طحنه في بورسلين ديش ومرره من خلال شامبرلاند بورسلين فلتر. الفلتر اللي صممه تشارلز شامبرلاند 1884 واللي فتحاته ضيقه جدا بحيث انها لا تمرر البكتيريا، اخذ الفلتريت ونقله لنبات سليم فاصيب بالتوباكو موزايك ديزيز. استنتج ايفانوفسكي بشكل خاطئ الاتي، ان التوباكو موزايك ديزيز سببه بكتيري، وان الفلتريت كان يحتوي على بكتيريا ربما تكون صغيره جدا لدرجه ان هي عدت من الممبرين، عدت من الفلتر، او سولوبل توكسين. فرضيه كونه سولوبل توكسين كانت ماشيه مع في الوقت ده، وخاصة بعد يرسن وإيميل رو 1888 قالوا إن الدفتيريا ديزيز سببها دفتيريا توكسين. 1898 مارتينوس بايرنيك. مارتينوس قرر إن هو يكرر تجربة إيفانوفسكي، ولكن استدل إن المسبب للتوباكو موزايك ديزيز كان شيء ما أصغر من البكتيريا ومش توكسين. ولكن إزاي بايرنيك كسر فرضية إيفانوفسكي كون المسبب بكتيريا أو توكسين؟ مارتينوس أخذ جزء من الانفكتد توباكو بلانت برضو طحنها في بورسلين ديش، وخد الساب الناتج عن عملية الطحن ده وعمل له فلتريشن من خلال تشامبرلاند بورسلين فلتر زي ما احنا شايفين كده، واخد نقطة واحدة بس في سرنجة اسمها بارافاز سيرنج. بارافاز سيرنج ده دي الفلتريت، خد نقطة واحدة من الفلتريت في البارافاز سيرنج وحقنها في هيلسي بلانت، عمل عملية انيكيليشن بالسرنجة دي دروب واحدة بس في الهيلسي بلانت. وجد ان مش مكان الحقن فقط هو اللي اصيب، لا ده فروع النبات كلها اصيبت. قرر ان هو يعيد التجربة وياخد جزء من النبات اللي لسه مصاب ده ويطحنها وياخد منها الساب ويعمل عملية انيكيليشن لنباتات كتيرة، وجد ان كل النباتات اصيبت. استدل مارتينوس ان المسبب مش بكتيريا توكسين، لانه لو توكسين مكان الحقن فقط هو اللي هيصاب، وان التوكسين ده هيتخفف في باقي النبات بحيث ان هو يفقد التوكسيست بتاعته، ولو توكسين مش هيكون قادر على نقل العدوى لنباتات اخرى. استدل برضو ان المسبب واللي حجمه اصغر من البكتيريا بيتكاثر داخل الخلية النباتية فقط، وبذلك قدر ان هو يصيب اجزاء مختلفة من النباتات. مارتينوس كان يعتقد ان المسبب له طبيعة سائلة هي اللي مكنته من المرور من الشامبرلاند فلتر، لذلك سمى كونتاجيوم فيفام فلويدم، والتي تعني كونتاجيوم ليفينج ليكويد. في نفس العام 1898 فريدريك لوفلر وبول فروش أثبتوا أن الفوت أند ماوس ديزيز في الكاتل سببها زيس نيو انفكشس ايجنت اللي هي الفيروسات يعني. 1901 طبيب في الجيش الأمريكي والتر ريد أكد على نظرية كارلوس فينالي طبيب الكيوبي إن مرض الحمى الصفراء أو اليلو فيفر سببها فيروس وبتنتقل عن طريق بعوضة وليس عن طريق الدايركت كونتاكت. والتر ريد وبمساعدة الطبيب الكيوبي كارلوس فينالي. في 1915 فريدريك تورتس وفليكس ديهرل كان أول من اكتشفوا الفيروسات التي تصيب البكتيريا اللي سماها ديهرل بكتيريوفاج، والتي تعني باللاتينية بكتيريا إيترز أو آكلات البكتيريا. دي كانت نبذة مختصرة كده عن تاريخ علم الفيروسات
أتمنى أن تكون عجبتكم.